السلام عليكم حبوباتي، كنتمنى تكونوا كاملين بكم على خير وبخير، ومرحبا بكم في قناة إبداعات مغربية. يوم إن شاء الله غادي نحضروا اللحم ديال الراس والحمص والروز. على بركة الله غادي نحتاجوا لحم الراس والحمص. عندي هنايا جوج الحبات ديال البصلة، قرع الخضرة، التومة، واحد ثلاثة ديال الفصوصة ديال التوم. عندي خيزو، واحد حبة ديال المطيشة قزبر ومعدنوس. غادي نحتاج ايضا الروز الصفر. بالنسبة للعطرية عندي سكنجبر، الخرقوم، الابزار، الملحة، القرفة، والقزبر يابس. وغادي نحتاج شوية ديال الزيت بلدية. هنا هي البصلة غادي نطحنها في الطحانة، ما غاديش نشمطها. غادي نزيد العطرية. بالنسبة للزيت أنا ما غاديش نكتر، تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت. بالنسبة للماء أنا هنا غادي نستعمل لتر ديال الماء. كتعرفوا اللحم ديال الراس راه كتعطر شويه في الطياب، صافا غادي نردوها طيب. من بعد ما طابت اللحم ديال الراس كما كتشوفوا هي طيبه، دابا غادي نزيدو الحمص. وخيزو صفينا المرقة، نطيحو ديك القرعة الخضراء وغادي نطيح الروز. من بعد ما حطيتو صفيت الماء، غادي
غادي نزيد واحد شويه ديال الملحه، الخرقوم والسكنجبير، وغادي نزيد شويه ديال القزبر الحبوب، غادي نبدا طيب. بالنسبه للقراع غادي طيب مع الروز، لان القراع دغيا كطيب، هذه قرعه صغيره وفتيه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. ما تنساوش تعملوا لي جيم، تبارطاجيو وتفعلوا الجرس باش يطلع لكم الجديد، وشكرا.